رسالتي السيد محافظ ديالى، السيد القائم مقام، السادة المسؤولين، مسؤول بلدية بعقوبة، حسب ما سمعت وأنا هسه أمام مدرسة الميناء في التحرير، حسب ما سمعت إنه الرصيف مال مدرسة الميناء منطي مساطحة ودي يسووه محلات، وبهذا الشيء راح يغلقون هاي الأبواب وراح يكون مرور الأطفال على الشارع العام، وبهالحالة يوميا حالات دهس راح تصير عندنا. نتمنى من السيد المحافظ التدخل بهذا الموضوع، وهاي اليوم حسب ما افتهمت انه منزلين بلوك ورمل وده يبنون محلات امام باب المدرسة على الرصيف. السيد المحافظ، هؤلاء الطلبة امانة بعنقك. تحياتي للجميع. المحامي مظفر الكافي.